السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بتطبيق عملي لقواعد النحو والصرف والإملاء والبلاغة على قصيدة من قصائد الصف التاسع بعنوان الناورة. سوف نتلو على مسامعكم أبيات هذه القصيدة. ألواح مردد أم تغني أم حديث عن الزمان بلحني، لست أدري فقد تدلها مني بتراجيعها فؤادي وأذني. أسلمتني ناعورتي لخيال أنا منه على جناح التظني، أرجع القهقرى فأبصر منها ما بناه الرومان هيكل فني. بنت هذا الزمان لا ترهب الموت وتقضي أيامها بالتمني، من جماد صيغت وفيها حياة أنا منها بروحها وهي مني، هي توحي لي النظيمة وتروي شعري العذب في الصبابة عني، والهزار الغريد يأخذ عنها فيعيد الألحان من فوق غصني. علم الله أنني من فراقي ذلك العيش في سقام وحزني. السؤال الأول: بين من البيت الأول حيرة الشاعر من صوت الناعورة. الجواب: الحيرة في صوت الناعورة أهو بكاء أم غناء؟ أما السؤال الثاني، اشرح البيت الثامن شرحا وافيا. الناعورة مصدر إلهام الشاعر في نظمه الأشعار، فبصوتها العذبي تلقي أشعاره في الحب والشوق. السؤال الثالث، اذكر الشعرين العاطفيين اللذين غلبا على النص، ثم مثل لكل منهما بأداة من أدوات التعبير عنهما. الجواب: الشعور هو الحيرة، أما الأداة التراكيب والمثال لست أدري. أما الشعور الثاني شعور إعجاب، الأداة هي التراكيب والمثال أنا منها بروحها. أما السؤال الرابع في قول الشاعر: أسلمتني ناعورتي وجناح التظني وبنت هذا الزمان، هي تروي شعري صور بيانية حللها. أولا نبدأ بالصورة الأولى، أسلمتني ناعورتي. شبه الشاعر الناعورة بإنسان يسلم، ذكر المشبه وهو الناعورة وحذف المشبه به وهو الإنسان، وترك شيئا من لوازمه وهي المسالمة على سبيل الاستعارة المكنية. أما بقوله جناح التظني، شبه الشاعر التظني بطائر له جناح، ذكر المشبه التظني وحذف منه المشبه به وهو الطائر، وترك شيئا من لوازمه وهي الجناح على سبيل الاستعارة المكنية. بنت هذا الزمان، أما الصورة التالية، بنت هذا الزمان شبه الشاعر الناعورة ببنت الزمان، حذف المشبه وهي الناعورة وصرح بالمشبه به بنت الزمان على سبيل الاستعارة التصريحية. أما الصورة الثالثة، هي تروي شعري، هنا شبه الناعورة بإنسان يروي الشعر، حذف الإنسان وهو المشبه به وترك شيئا من صفاته وهي الرواية على سبيل الاستعارة المكنية. أما السؤال السادس، استخرج من الأبيات فعلا معربا وفعلا مبنيا وحدد نوع كل منهما. الفعل الأول وهو الفعل المعرب بقوله فيعيد، أما الفعل المبني وهو فعل ماضي بقوله أسلمتني. السؤال السابع، استخرج من الأبيات فعلا معتلا وفعلا صحيحا وحدد نوع كل منهما. الفعل المعتل تقضي وهو معتل ناقص، فيعيد هنا فعل معتل أجوف. أما الفعل الصحيح بقوله أخذ وهو صحيح مهموز، أما بقوله علم هنا صحيح سالم. السؤال الثامن، أكمل العبارة الآتية بمفعول مطلق ثم النائب مفعول مطلق. الجملة هي تقطع الدهر بالتغني، الجواب يكون قطعا. لاحظوا معي هنا قطعا جاءت لتؤكد الفعل الذي سبقها، وجاءت أيضا من جنس حروف الفعل ونكرة منصوبة. عندما نحذف المفعول المطلق يمكن أن تأتي صفته لتنوب عنه، فنقول تقطع الدهر بالتغني سريعا. السؤال التاسع، استخرج من الأبيات نائب مفعول مطلق، الجواب القهقرة. السؤال العاشر، حدد الحال في العبارة الآتية ثم قم بتحويله إلى حال مفرد وتقضي أيامها بالتمني. الحال هنا متعلق بشبه الجملة الجار والمجرور بالتمني والتقدير متمنية. جاء الطالب يضحك، هنا جملة فعلية في محل نصب حال،
التحويل يكون بأن نأتي باسم الفاعل من الفعل يضحك، فنقول جاء الطالب ضاحكا، الحال المفرد هو ضاحكا. السؤال 11، حول ما وضع تحته خط إلى تمييز وغير ما يلزم. في قولنا زرعت وردا في الحديقة، لاحظوا معي كلمة وردا هنا جاءت مفعولا به في الجملة، والتحويل يكون بأن نجعل المفعول به تمييزا في الجملة المحولة، فنقول زرعت الحديقة وردا. أما الجملة التالية فهنا مثال على التمييز المحول من فاعل، اشتعلت نار الغابة، هنا نار تعرف فاعل للفعل اشتعلت، وسوف نقوم بتحويل هذا الفاعل إلى تمييز في الجملة المحولة، نقول اشتعلت الغابة نارا. السؤال 12، حدد نوع الاستثناء فيما يأتي وحدد أركانه ثم قم بتحويله إلى استثناء ناقص منفي. بقولنا جاء الطلاب إلا واحدا أسلوب استثناء تام مثبت، المستثنى منه الطلاب، الأداة إلا، المستثنى بإلا هو واحدا. التحويل ما جاء إلا واحد، هنا التحويل يكون بحذف المستثنى منه وأن تسبق الأداة بأداة النفي. السؤال 13، علل سبب منع الكلمات الآتية من الصرف، إبراهيم وعطشان وأحمر وفاطمة. أولا فاطمة اسم علم مؤنث حقيقي، أما إبراهيم اسم علم أعجمي، وعطشان اسم صفة على وزن فعلان، وأحمر هنا اسم غير علم صفة على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء. السؤال 14، تعجب من الأفعال الآتية تدلها وصيغة مستخدما صيغتي تعجب، بقولنا من جماد صيغت، والجملة التالية تدلها في مشاكله. إذن هنا لدينا الفعل صيغة مبني المجهول وتدلها هنا فعل فوق الثلاثي، يجب أن نستخدم صيغة مساعدة بالإضافة إلى إن والفعل المضارع الذي بعده. إذن الجواب يكون ما أجمل أن تصاغ من جماد، لا ننسى إجارة التعجب. إذن وأما الجملة الثانية، أجمل بأن تصاغ من جماد، أما الفعل تدلها فنقول ما أصعب أن يتدلها في مشاكله، وأصعب بأن يتدلها في مشاكله، ولا ننسى إشارة التعجب. السؤال 15، اجعل كلمة التسامح مخصوصا بالمدح على أن يكون الفعل معرفا بأل مرة ومعرفا بالإضافة مرة أخرى وضميرا مستترا أيضا. نقول الجواب نعم الفعل التسامح، هنا الفاعل اسم ظاهر، نعم صفة الإنسان التسامح، هنا الفاعل مضاف، وعندما نقول نعم فعلا التسامح، هنا الفاعل ضمير مستتر الفعل نعم. السؤال 16، بني النص على حرف روي وهو النون المكسورة، أبين دوره في إبراز الحالة الانفعالية للشاعر. الجواب تدل على الحزن والأسى الذي يعتري قلب الشاعر بسبب مفارقته للناعورة. السؤال 17، استخرج من الجملة الآتية منادى وحدد نوعه وأعربه. وطني حملتك في فؤادي خفقة، هنا وطني منادى بأداة نداء محذوفة وهو مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبله المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر الإضافة. السؤال 18، استخرج من الأبيات نعتا ومنعوتا وبين أوجه التطابق مع المنعوت. الجواب شعري العذبة، هنا أوجه التطابق في التذكير والتعريف والإفراد والعلامة الإعرابية. السؤال 19، حدد نوع البدل في الجملة الآتية، أحب اللاذقية بحرها، هنا بحرها بدل بعض من كل. أكد ما وضع تحته خط توكيدا معنويا، تقطع الدهر، هنا تقطع الدهر كله، التوكيد المعنوي هنا كله جاء مؤكدا لكلمة الدهر. هات من الأبيات حرف عطف، حدد المعطوف والمعطوف عليه وبين فائدة حرف العطف. تغني أم حديث، هنا المعطوف عليه تغني وحرف العطف هنا أم يفيد التخيير بين شيئين، أما المعطوف هو حديث. املأ الفراغ بما يناسبه من مصادر الموسيقى الداخلية
في البيت الأول؟ نقول الجواب تكرار حرف النون 4 مرات في البيت. في البيت الثامن جملة خبرية بقوله هي توحي لي النظيم، نوعها جملة اسمية. المحسن البديعي المعنوي في البيت السابع طباق إيجاب بين جماد وحياة. أفاد استعمال الأفعال الماضية في الأبيات الدلالة على تأكيد وثبات إعجاب الشاعر بالناعورة. زخر النص بقيم متنوعة استخرج من الأبيات قيمة تقدير مكانة الناعورة وتقدير إرث الأجداد وتقدير صمود الناعورة. ماذا أفادت الزيادة في الفعل تدلها؟ هنا تفيد الزيادة المبالغة والتكثير. هات من الأبيات اسما مشتقا ومصدرا وحدد نوع كل منهما. مردد هنا اسم مفعول من فوق الثلاثي بإبدال الياء المضارعة بمن مضمومة وفتح ما قبل الآخر، وبالرضا هنا مصدر سماعي والتأني مصدر قياسي يقاس عليه. على السبب كتابة الألف على صورتها في وحى وانقضى. وحى هنا كتبت الألف اللينة مقصورة لأنها فعل ثلاثي أصل الألف ياء. انقضى كتبت الألف اللينة مقصورة لأنها فعل فوق الثلاثي لم تسبق ألفه بياء. والهمزة في أسلمتني والتأني، أسلمتني هنا همزة قطع لأن الفعل ماضي رباعي، أما التأني هنا همزة متوسطة لأن حركتها الفتح وما قبلها مفتوح والفتحة يناسبها الألف. والتاء في لست هنا كتبت التاء مبسوطة لأنها تاء الفاعل متحركة، أما حياة هنا كتبت التاء مربوطة لأنها في الاسم المفرد المؤنث. كيف نبحث عن معنى كلمة تدلها وأنواع وأسلمتني في معجم يأخذ بأوائل الكلمات. تدلها جذرها دلها، افتح باب الحرف الأول الدال مع مراعاة تسلسل الحرف الثاني اللام فالحرف الثالث الهاء. أنواح جذرها نوح، نفتح باب الحرف الأول النون مع مراعاة تسلسل الحرف الثاني الواو فالحرف الثالث الحاء. أما أسلمتني من سلمة نفتح باب السين مع مراعاة اللام والميم. استخرج من الأبيات جملة لها محل من الإعراب وليس لها محل من الإعراب. الجواب جملة أدري الفعلية في محل نصب خبر ليس، وجملة بناه هنا صلة الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب، وأيضا جملة توحي الفعلية في محل رفع خبر هي. الآن قد انتهينا من دراستنا لوضع التطبيقات النحوي والصرفي والرملية لتلك القصيدة. راجي من الله تعالى أن يوفقنا لما فيه خير. طلابنا الأعزاء لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.